سلام الله عليكم. عندنا هذا الوالد عنده مرض القلب، هذه اللي جزاها حقه هذه الفحوصات، طبعا يحتاج زراعة دعامات للقلب. الرجال طبعا ظروفه ما بش معه يعني اي حاجة على يعملها، حتى العلاجية بالشهر ما يقارب 65,000، الان قال لي 4 شهور، هو بسبب انه ما قدر يشتري بالعلاجية حالته الدهورة ازيد. انا اوصل رسالة الى مكتب الزكاة، الى المنظمات يعني زي امراض القلب بشكل عام، يعني عينهم حتى اقل شيء بالعلاجية، يعني وقف العلاج معناته الموت البطيء. حالته قال والله يا ابني ان انا اخره يربط باب الشارع لانه خلاص حصل لي كتمه، مش ما اقدرش امشي، لغزات احيانا ادخل بغيبوبه. فانا اتمنى كل من شاهد الفيديو هذا رحمه بهذا الوالد وحالات جميع امراض القلب، انه الناس يتفاعلوا معهم، انشروا الفيديو مثلا حقه. الان العمليه حقه تكلف 6000 دولار، الرجال ما لقيتش كل قيمه القصد. فانا اتمنى من كل من شاهد الفيديو نشره، ومن كل فاعلين الخير ان يتعاونوا مع هذا الوالد. جزاكم الله خير.